رقم تليفونهم دي او ايميل خلاص. يعني لما جيت كده كملت الجراح تحاليل السنه الثلاثه كنت جاي من مصر، واحد بطل في البريتش كونسل بيتعمل عملي بيبقى في المستشفى معايا بعد كده. تقريبا تقريبا في الامتحان 5:05 تقريبا او 5:10 تقريبا. حتى هناك زي مصر صعب خالص يعني. كان بقى دكتور محمد مصر مش هفضل شغل تفاصيل اكتر. يعني حتى هنا في المنطقه كمان بيعملوا اختصاص للبراند سواء بارتي ايه او بارتي بي. ده بالنسبه للزماله المعلومات اللي انا متاكده منها يعني. أنا اسمي دكتورة منى عادل، ومن يومين رمضان متأهلة في مستشفى جراحات عيني، وبشتغل في المخصصات العلمية دي مع كذا هيئة يعني مع كذا هيئة كتير أوي يعني، وأعتقد إن أنا عندي خبرة كويسة سواء حكاية السوشيال مع الناس أو التجربة الشخصية اللي أنا مر بيها. فبداية كده تعالى نقول إن إحنا في امتياز. بعد امتياز وأنت بتروح في امتياز كده أو ثلاث أربع امتياز تبدأ تلاقي يبدأ يقول لك ده في تقديم دلوقتي جيش، ده في تقديم دلوقتي شرطة، ده في دلوقتي تقديم معهد الرابعة، ده في جلسة تقديم معهد الدكتور، ده في تقديم لمعهد صدور بالهوس. طيب كل الحاجات دي بتقدمها من وانت في آخر امتياز. في حاجة منها محتاجة ICDL، محتاجة إن أنت تاخد كورس فلازم تاخد امتياز يعني يبقى معاك وظل تقريبا 2 years. وفي حاجات هتبقى محتاجة إن أنت تاخد معاها المفروض ان انت تاخد دفعتين كمان، ده خصوصا من المعهد يبقى محتاج. طبعا انت بتعرف من زملائك يعني انت بتعرف ان تقريبا فتح ناس من زملائك بتاخد معاك شهاده التقديم بتاعتك اللي انت تقريبا عليهم بقى شهاده مؤقته عشان تخلص اصلا امتياز بتقدم بيها. يعني مش شرط تقديم، مش كل حاجه، مش شرط يمكن محتاج تقديمات اكتر، لكن الجيش ممكن توقف لو عارفين يعني حتى لو الناس بتاخد في الجيش ومقبول وتاخدين الناس امتيازات مش معاها موقف ما بتاخدوش، فده يعني ده حاجه ده واقعي يعني شرط واقعي. غالبا معهم برضه تقاضي، لكن الرمل لا كويس من الجيش. يعني ده بالنسبه للشرطه والجيش والحاجات اللي ممكن تعملها وانت في امتياز. طبعا ده بيبقى تقييم يعني نعم محتاجه رعايه. يعني ساعات حتى ما بياخدوش ورق لو انت جاي جدا ما بيدوش ياخدوه اصلا. يعني معهد الرمد ده بيتضايق جدا تقديرا اصلا ما يسيبوش منك ورق. وده الكلام ده كله زي ما قلت لكم في اخر امتياز وانت خلاص خلاص امتياز بتبدا تقدم الورق بتاعك. يعني. تمام؟ طيب تعالى نقول بقى ان انت دلوقتي هتدخل على مرحله التكليف. التكليف بيبقى في وزاره الصحه. بيبقى كله اونلاين. في جزء منه اونلاين، في جزء منه ممكن تقدمه ورق تاني في الوزاره. طب بناء على ايه؟ بيبقى بناء على تقديم وراثي وعلى حسب الاحتياجات، على حسب التقدير بتاعك، على حسب زي الاماكن وعلى حسب التقدير بتاعك برضه. طيب التكليف ساعات ممكن تقدم في الاول وكان عليه اهتمام كتير ويبقى تقديره عالي. بعدين بعد ما تخلص خلاص يجي يقول لك ده التكليف ده المكان ده تقديم قد. فتبدا تعمل حاجه اسمها نفاذ يعني نفاذ مجموعه، المجموعه بتاعهم خلاص فيطلع ايه؟ فتقدر تحاول بقى انت معاك حقوق تجاري من مصر ممنوع مثلا تروح لفيوم. بيبقى في حاجه ثانيه اسمها حدود. دي بتبقى ممكن تعمل تكليف. بيبقى زي ما قلت بيبقى توزيع جغرافي يعني بيبقى عن مستوى الجمهوريه. بتبقى ليك اولويه يعني في المرحله الاولى انت خارج جامعه القاهره مثلا من القاهره فبتبقى دي بالنسبه لك المرحله الاولى. لكن ممكن مثلا تروح اسكندريه تشوف تاني بالنسبه لك دي مرحله ثانيه مش من يعني مش من التوزيع الجغرافي بتاعك، لكن لو تقديرك بيجيبها ممكن تجيبها تجيلك اول مره مش مشكله. التقديم تعالى بقى نقول ان احنا خلاص حطينا التقديم، حطينا البيانات بتاعتنا، النتيجه، وبدات الاجراءات بتاعتي، ورحت استلمت التقديم بتاعي. التقديم ده ممكن يبقى في مكانين. نرجع للسؤال اللي قبلها. احنا فاتحه على طول على وزاره الصحه. خلينا نرجع للاداء. انت في طبعا ناس مننا
فقلت صح اقرا على الجامعه. طبعا الجامعه ليها مميزات كتير، انت تصوير مجهز وعايز قدامك ايه، والدنيا فيها يعني عندك كبير تتعلم فيه كويس. فطبعا الجامعه ليها كويس، بس طبعا اقرا الدفعه، ومش شرط اقرا الدفعه يعني، مش عارفين التقييم مميزات يعني، مميزاتها تعلم كويس قوي، فرصها في الاول قليله مش كتيره، لكن على المدى البعيد انت بتتعلم كويس. طب عيوبها ان انت ممكن تضطر ان انت تاخد تخصص انت مش عايزه، لمجرد انه هو ده اللي موجود، هو يعني ماشي ده وليه يعني كده. بالنسبه لده في حاجه اسمها الاكاديميه، اكاديميه الشرطه والجيش، كنت بتدخل فيهم تطلع منهم في الثلاث الاول. قالين انت بيبقى في نفس الوقت في بتاع ايه عمل المعارضة ويروح يقدمه في جيش وشرطه. بعد الوقت تمام، بتطلع منهم ولازم تبقى في مكتب الشغل، والحاجه اللي انت كان بتعمل فيه طبعا بتقول ان انت بتعمل اي ضابط، بتتنقل كتير من ورا سفر، السالير بتاعك اه بيبقى عالي في الاول، بس بعد كده مقارنه بان انت ممكن في الحياه الخارجيه ممكن تاخد اكتر من كده. فبرضه دي مميزه مش يعني كويسه، بتتعامل في اماكن كويسه وتقدر تخدم الماجستير، بس بتضغط ما فيهاش طبيعي، مش نقل كتير يعني، دي اكتر حاجه ممكن اعمل كتير الا معاك اصلا. طيب خلينا بدل وزاره الصحه عشان في فرق تلاتة عليكم على الصغار، قررت ان انا اخصص طبيب ومش ادخل تانية. فبقى اسمي طبيب حر مع نفسي، مفيش اي حاجه معايا، هاخد من هنا شهاده من الدكتور ان انا طبيب حر، وبناء عليها انا بقى مش محتاج الموافقه يعني دي الوحيده اللي فيها ان انا مش مستني بقى النظام نزل حركه المليانات عشان اسجل بقى الماجستير واخد النيابه، مش هقعد سنه ونص مثلا من عمري يعني ما عملتش حاجه عشان اسجل. مميزاتها ان انا على طول اسجل، بس انا هقعد مع نفسي ولا بدرس في مستشفى حكومي ولا معايا اي حاجه. ممكن اعمل بقى ايه؟ ممكن اعمل نادي تاني في مكان عشان اتعلم محضر مثلا تكاليف بطاريه يعني. ده تاني بحب قوي الناس اللي شخصيتها بتتناسب معايا يعني، اللي عارف ان هو حاطط لنفسه اولويات وراسم لنفسه خطه ومتكلم فيها، وعارف ان انا هستقيم من وزاره الصحه بس انا هحضر زماره الضريه مثلا في الاطفال وهذاكر فيها، هروح اعمل التزام مثلا في مستشفى الاداء او في اي مستشفى او نيش هعمل فيها التزام، او هاخد فيها تدريب يعني تدريب مقيم او زي زايد، وهاخد فيها شهاده خبره، لان انتوا عارفين الزمانات دي الجزء الاول ناقص مش مشكله، كان الجزء الثاني دي كانت شهاده خبره اللي هو الجزء الثاني ده. في النساء نفس الكلام برضه محتاج شهاده خبره، فحتى لو انت تخصص وعملت نادي يعني حضرت تدريب النساء بيعمل ايه في المكان. فده كويس للناس اللي محدده عندها خطه محدده كلها. طبعا ريسكي ان انت مفيش دخل ثابت، انت مش تقدر تصرف على التعليم، لكن انت مفيش دخل ثابت او شهر، فبالتالي هو يعني انا بوصف او يعني ازاي مش من الشخصيات اللي ممكن اعملها يعني، عايز حد يعني ويعني عندي واحد بس بره مصر مش عايش مصر وده كويس تكون انت تشتغل كويس وتاكل، ده بالنسبه للاسبوع. تعالوا بعدين نيجي بقى لوزاره الصحه اللي معظمنا عليها مهمه جدا. هو مؤسسه الاستقاله ده انا بقول لكم راي دكتور خالد يعني. انتوا عارفين ان المؤسس المشهور بتاعنا هو دكتور خالد عبارة، عارفينه ولا لا؟ هو ان شاء الله هيبقى معانا بكره باذن الله. فهو كمان راي تاني كان دايما بيقول يعني ان هو شايف ان الاستقاله لو انا محدد طريقي وحاطط الهدف عندي افضل بكتير من ان انا اقعد في وزاره الصحه اضيع وقت. فكان دايما يقول مثلا انا اشتغل في بنك حكومي مثلا مقارنه بنك حكومي ولا البنك الحكومي اشتغل وباخد مرتب ثابت ومش هتأجل فيه، لكن البنك الخاص ممكن يعني بعد فتره اتخلي كويس وبعد فتره ممكن امشي من البنك ده، بس هاخد خبره هاخد شهاده هعمل سي في نفسي واروح اشتغل في حاجه ثانيه واكون خبره يعني اقدر نقطه، بس على المدى الاخير انا عندي دكتور افضل وفي نفس الوقت ممكن اكون اخد سنت اكتر وصلت برضه اللي انا عايزه. فهي الفكره انت احيانا بتبقى ماشي واحده واحده ولا عندك استعداد انك تحطها وعندك استعداد ان انت يعني تاخد كذا تجربه هتطلع منها بتفيدك انت كمان. فيعني ده كان دكتور خالد هو كان يفضل الاستقاله الاول محدد هدفه وعارف هو ايه عشان ما يضيعش وقت. طيب تعالى نيجي بقى لوزاره الصحه. انت تكليف وزاره الصحه بيبقى حاجتين، اما قطاع علاجي اما قطاع وقائي. ايه الفرق بينهم؟ القطاع العلاجي ده وهو مستشفيات وده ما بيجيش على طول، يعني انت
لكن الغالب اللي بيحصل هي تكون تغلقات اللي هي الوحدات الصحيه والمراكز الطبيه. طيب دي طبعا احنا جايين الاول ندور على التقدير وعلى تقدير الكوره في الايام عليك. وطبعا البنات عندهم ميزه ان هم لو في جنبهم او متجوزين هيروحوا جنب محل اقامتهم. دي بتبقى من بين الاربعين دي جمهور. عيوبها اولا انت في المركز الصحي بتنسى اي معلومه طبيه خالص. تبقى قاعد بقى اطفال وبطنه وشويه الادويه الناس كلها بتلاقيها غالبا علشان الروشتات الساكته بتبقى بتكتب روشتات ادويه. يعني الناس غالبا معروفه ان هي فايلات فبتبقى الاداريات عندك كويسه ممكن تميزك لان يعني انت بتعرف اداريات كويسه قوي وتطعيمات والكلام ده، لكن كطب وعلم مش هتستفيد خالص. طب يعني ممكن استفيد في الفتره دي ازاي؟ انا بقى انا ذاكر بقى ان انا ذاكر او ان انا بروح احضر في اماكن ثانيه مع نفسي، يعني اني نفسي كده الفتره دي استغلها ان انا ذاكر او احضر فيها حاجه او اروح احضر في اي مكان. طيب ممكن اعمل حاجه ثانيه بقى ان انا بقى اروح للقطاع العلاجي. ان انا عندي حاجه اسمها كتاب وانا في التكليف وناس كتير عاملينه وبيسوقوا يعني لغايه السنه الاخيره ديت لما انا كنت في التكليف كنت حاطط فيه عاملينه عاملينه في قصر العين وعاملينه في عين شمس وفي ناس عاملينه في الطلبه. ممكن يبقى كتاب ممكن شويه واقف بس في ناس عاملينه واقف جت يعني طبعا بيبقى ان انت هتروح هناك تكليفك في المستشفى فتره التعليم فدي فرصه كويسه يعني دي اكتر يعني. لكن هو مش هو ده طبيعي بتاع الناس، كل الناس بتروح مراكز صحيه، كل الناس بتروح مراكز صحيه. على فكره التكليف اكتر فتره بتجمع فيها فلوس يعني سواء مرتب الحكومه كويس جدا، يعني انا دلوقتي انا نايم مرتبي اقل من مرتب التكليف. يعني دلوقتي بتخصم مني حاجات كتير، لكن وانا في التكليف مرتبي كويس قوي. بيبقى في لو مثلا في نوشيه يعني لو في اقتصادي لو كده المرتبه في عادي طبعا يعني بالنسبه لنا يعني يعتبر 1100 ده يعتبر مرتب رائع يعني. اقول لكم سالب المرتب بتاعنا 288 ده الثالث الحوافز حوالي 800 جنيه بقى انت محافظ بقى اقتصادي كبيره قد ايه بس انت مرتبك ما بيعديش ال 1000 ساعتها بتحطهم في عبط ده بالنسبه للتكليف. في بقى الجهات الخارجيه كنت رايح مشيتين ان شاء الله يكلمهم بيها لان احمد اصلا هي نظام ناي راح طيران في جيش الصفا الحديد هو اصلا هيئه خارجيه فهو يكلمكم عنها باستفاضه اللي هو عايش فيها قوي يعني. يعني ايه بقى؟ تعالى احنا نكمل الجهات الخارجيه وبعد كده دكتور محمد محفوظ ان شاء الله هو طبيب وكنت اقرا في الجامعه المصريه في اسيوط هيكلمكم عن النيابه الاختصاصيه ولو انا في اي سؤال اتفضل معاكم هنا انا احمد شديد نائب رئيس العظام في مستشفى السكه الحديد. هي السكه الحديد مبدئيا هي جهه خارجيه بس انا بس عايز اعلق على كلمه الجهه الخارجيه دي بصفه عامه عشان دي تختلط على بعض الناس. هو احنا مبدئيا في عندنا التكليف زي ما حضرتك اتكلمت عن التكليف اللي تبع وزاره الصحه. بعد كده في تكليف خارج وزاره الصحه. يمكن ده بينقسم عن يعني قسمين في تكليف بيبقى الامتداد وفي تكليف بنقل تكليف. فهنتكلم عن دي ونتكلم عن دي. بالنسبه لتكليف الامتداد زي تكليف الجيش، تكليف الشرطه، امتداد للمستشفيات الجامعيه ده بيبقى ليه مميزات وليه عيوب. امتداد الجيش وامتداد الشرطه بتلاقي الجيش منزل اعلان وبيقول ان هو بيقبل الناس مثلا من تقدير جيد جدا من تقدير جيد وبتروح تقدم. موضوع الواسطه ده مش فيه قوي يعني مش غالبا بيبقى بواسطه لا يعني لو انت تقديرك امتياز انت بنسبه 90 95% حتى لو معكش واسطه تتقبل. إيه لو تلاقي جدا لا شويه محتاج لكن هو الموضوع مش واسطه بالنسبه كبيره زي ما الناس متخيله. ده بالنسبه لتكليف الجيش. تكليف الشرطه منقسم جزئين. في تكليف شرطه في المستشفيات بتاع الشرطه سواء مستشفى شرطه العجوزه سواء مستشفى الشرطه بالحي السابع مستشفى الشرطه في اسكندريه المستشفيات ديت وفي جزء تاني اللي هو بيبقى في السجون والمعتقلات. ده بتبقى برضه انت الطبيب المختص عن مثلا كسيدنا بتروح مثلا يومين في الاسبوع بتروح تعمل زي كشف دوري على بسبب تخصصك على ايه؟ على المساجين تبقى فيها بعض المميزات يمكن السجون فيها مميزات اكتر من المستشفيات. يمكن السجون فيها ميزه انت بتحضر في اي تخصص انت عايزه من تاني يوم ما بتستلم. يعني انت النهارده استلمت في الشرطه رحت مستشفى الشرطه لا انت بتقعد على القيادات على حسب تقديرك انتوا 100 واحد اه ده قسم العظام عايز خمسه طب هاتوا اعلى خمسه عايزين العظام والباقي لا لو في لو السادس ما عايز عظام وما لحقش خلاص ده كده مش هيعرف ياخد العظام. لكن الميزه مثلا في السجون ان انت بتحضر في اي تخصص انت عايزه من تاني يوم ما بتستلم.
طبعا بترجع لاولوياتك انت، هل انت متمسك بالتخصص اللي انت حابه وعايز تشتغله، ولا انت حابب لا انت عايز تشتغل في مستشفى هيكون فيها تعليم، هيكون فيها مكان قريب من بيتك وسهوله الوصول اليها. فده بالنسبه للشغل. نفس الوضع بالنسبه للكتاب للمستشفيات الجامعيه، انت برضه بتجيب موافقه المستشفى الجامعيه سواء القسم اللي انت عايز تنتقل اليه، وبتجيب موافقه المكان اللي انت جايبك في تكليفك في وزاره الصحه في الاماكن اللي مرات اتكلمت عليها، وبعد كده بتبقى رايح مسجل فيهم في الوزاره وبتعمل انتداب. ايه الانتداب؟ مميزاته وعيوبه. الجامعه معلش قدام الجامعه بحضر برضه على طول ولا بستنى؟ هقول لك كل حاجه. مميزات الانتداب، الاول ميزه من مميزات الانتداب ان انت ما بتخسرش مكانك في وزاره الصحه، بمعنى ان انت طول ما انت موجود في الجيش او الشرطه او المستشفيات الجامعيه المده اللي انت بتقضيها محسوبه من مده تكليفك. يعني انت قضيت شهرين مثلا وبعد كده رجعت الصحه تاني لاي سبب، المده دي اتحسبت. مش معنى كده ان انت ترجع الصحه ما اتحسبلكش ان انت قضيت تكليف، لا ايه المده دي محسوبه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت في اي وقت لاي سبب حبيت تلغي انتدابك وترجع لمكانك تاني في وزاره الصحه بترجع له بدون اي قيود، في اي وقت ممكن ترجع له. الميزه الثالثه التحضير. يمكن بس في مشاكل في موضوع التحضير، ان انت مثلا في الجيش وما في قرار جديد انت ما بتحضرش غير بعد سنه، بتقضي سنه في القسم اللي انت انتدبت فيه وبعد كده بتحضر فيه بعد ما بتفوت السنه. الشرطه زي ما قلت لكم هي بتبقى في بالنسبه للمستشفى وضعها زي الجيش، برضه بتستنى سنه وبعد كده تحضر، لكن السجون بتحضر على طول. بالنسبه للمستشفيات الجامعيه انت بتحضر حسب حاجه القسم اللي انت انتدبت فيه، فدي بتختلف من قسم لقسم ومن جامعه لجامعه. يعني على سبيل المثال في قسم العظام عندنا في جامعه عين شمس هو ما بيقبلش النواب اللي بيسجله من بره الجامعه، بمعنى اصح هو مثلا هياخد 10 اطباء فقط للتسجيل هذا العام. هو اصلا كده كده في القسم حوالي ست نواب اللي هم الدور الاولاني، وداخل فيهم بقى الناس بتوع التكليف وداخل فيهم ناس، يعني في الاخر هتلاقي نفسك هيبقى كده كده التحضير هيبقى صعب. الموضوع ده بيرجع للاسم. في اسم تاني زي اسم الاطفال، مجرد ما انت بتبقى قايل فيه وعملت فيه انتداب انت من تاني يوم بتحضر فيه مفيش مشكله. فده بيرجع للقسم بتاع الجامعه، فحته يعني التحضير وانتداب الجامعه دي بترجع لظروف كل قسم واحتياجات كل قسم. في الغالب بنسبه 80% بتحضر في نفس السنه اللي انت فيها. لو على اقصى الظروف بتحضر دور تاني، ما بتحضرش دور اولاني. لكن هي دي المميزات المشتركه في الحاجات اللي انت بتعملها انت انت بتتعلم كويس، ان انت بتتخصص من اول يوم، مش زي مثلا الجهات اللي مرات اتكلمت عنها، انت بتروح تشتغل في مكتب صحه او بتروح تشتغل في مكان اداري او ما فيهوش علامه خالص. انت يعني بتستفيد من ان انت بتحفظ مكانك في وزاره الصحه، المده اللي انت بتقضيها في انتدابك بتتحسب لك من فتره التكليف. ثالث حاجه زي ما قلنا ان انت في اي وقت لو عايز ترجع بترجع مكانك مكانك محفوظ، وفي نفس الوقت بتحضر في التخصص اللي انت عايزه. ليه بتكلم على المده اللي انت بتقضيها تتحسب لك للتكليف؟ لان انت بعد كده ما تيجي تقدم في نيابات وزاره الصحه مش من حقك تقدم في نيابه غير لما تكون قضيت سنه تكليف في وزاره الصحه، يعني سنه تكليف لازم تكون قضيت على سنه تكليف. فانت لو قضيت السنه دي في الجيش انت من حقك تقدم في نيابات وزاره الصحه، في الشرطه مفيش مشكله، في الجامعه مفيش مشكله، انت من حقك تقدم في النيابات اللي ده يسمى انتداب. فانت على قوه وزاره الصحه، ولكن انت مقضي فتره تدريبك في مستشفى خارج خيام وزاره الصحه. دي حاجه. حاجه ثانيه انك بتقبض من وزاره الصحه. في مشاكل ساعات بتحصل ان هو يعني يوقف لك البدلات ويوقف لك الحوافز على سنه ما بتشتغلش عنده، بس دي قصتها محلوله وبتجيب جواب من المكان اللي انت شغال فيه، انت ما بتقبضش من المكان اللي انت شغال فيه لا بدلات ولا حوافز، وبتقدر تصرف لك بدلاتك وحوافزك عادي من الصحه. يعني انت بتقبض زيك زي وزاره الصحه بالظبط. يعني برضه عشان الناس بتتخيل مثلا يقول ده الجيش مرتباته حلوه، لا الجيش مرتباته حلوه للظباط اللي هم شغالين فيه، للظابط الدكتور، لكن مش التكليف في الجيش، التكليف في الجيش ده بيكون زي وزاره الصحه تماما. الشرطه مرتباتها حلوه، الجامعه انت بتقبض نفس مرتبك اللي انت بتاخده من الصحه، لان هو انتداب، فانت على قوه وزاره الصحه. دي بالنسبه للانتداب. دلوقتي انت ممكن مثلا المكان موجود فيه لاي سبب غير بيقول لي اجهزه التدابك ماشيين. مفيش، ما بقول لك انت مكانك محفوظ. انت رحت الجيش او رحت الشرطه ما حدش بيتمثل فيك، انت في اي وقت تقول لهم انا عايز امشي. العكس هم مش عاوزين يقولوا هم مش عاوزين